بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن موعد مع الأحلام. العنوان مهم جدا، هو الموضوع اللي هو أهم يا جماعة، فانتظروا وتابعوا وشاهدوا واسمعوا واكتبوا في التعليق استفدتوا ايه من اللي احنا نقوله. بس حاجات دي مهمة، حقائق واقعية بتحدث مع الناس في رؤياهم. موعد مع الأحلام، هناك من يرى أحلام خلاص، بيشوف أحلام ويقوم من النوم وينام تاني بيكمل، وهناك من ايه بيشوف أحداث النهار، أي أحداث بتحصل له بالنهار دايما يشوفها تاني يوم بالليل، بيشوفها في أحلامه وبيتضاف عليها حاجات. في برضو حاجات بتشوفها إنسان، اي حد مثلا ناس معينه يعني بيشوف جزئيات بسيطه، الجزئيات دي بتحدث فعلا. طب تابعونا عشان نشرح الجزئيات دي لحضراتكم كويس. طبعا هناك من يرى احلام ثم يستيقظ ثم ينام ثم يكمل الاحلام. طبعا ده دليل على احداث باطنيه يشعر بها او لا يشعر بها، فدي احداث باطنيه من داخله يعني بيفكر فيها، مما يؤدي او تعلق الذهن والنفس بالامور دي او تخوف النفس والذهن من الامور دي، فبالتالي بينام. لما بيقوم ينام تاني مكمل. يعني ايه الموضوع؟ يعني الموضوع ملوش تاويل اصلا، يعني مفيش تاثير، محدش يقلق. طيب هناك من يرزقه الله عز وجل برؤى تبشره بامور الغيب المستقبليه او الاشياء اللي هو يكون متعلقه بحياته مشغول بها، فبيجي له رؤيات ان هو ايه اللي هيتم في الامر ده او ايه نتائج الامور دي. طبعا دي برضو احداث ليس لها تأويل، ولكن ننتبه من ايه؟ اخر الحلقة هقول لكم في انتباه لتلات علامات مهمين جدا ننتبه فيهم يا جماعة. احنا مش هنطول على حضراتكم علشان متسوش. هناك من يرى احلام متعلقة باحداثه بالنهار، اللي هو بيحصل معاه امور بالنهار احداث، فلما يجي ينام فبيشوف الاحداث دي وبتضاف عليها حاجات تانية. نخلي بالك، انتبه، هنقول بعدين. طبعا الاحداث دي لازم مثلا الرؤى تذكر في الرؤيا اللي هو الاحداث النهار دي بما حدث وبما سيكون او بما سيحدث. طيب هناك من يرى في حياته رؤى من امور اليقظة، خلاص امور اليقظة، اما يراها فعلا واما شاف حاجة بالنهار شافها بالليل، أو شاف حاجة بالليل شافها بالنهار فعلا. طب شافها بالنهار ليه؟ في علامات موجودة في الرؤية هي اللي أكدت أن الأمر ده سيتم فعلا كما شفته في الرؤية، فين؟ بالنهار. طيب عليك الانتباه. الانتباه من إيه يا جماعة؟ ننتبه من كل علامة تظهر لنا مختلفة عن أحداث، يعني الناس اللي بتشوف أحداث بتشوف رؤيا متعلقة بأحداث مشغول بيها أو أحداث حدثت معاه في الحياة أو حاجة زي كده. ففي الرؤية في تكملة وفي جزئيات بتدخل مع الأحداث دي ما كانتش في الحقيقة، أنت شفت أحداث حصلت بالحقيقة فشفت في الليل طبعا متضايق أو مشغول أو متعلق بالأمر. ففي الرؤية في حاجات بتدخل في بين الاحداث دي او بعدها او قبلها ما كانتش موجوده او ما حصلتش في الاحداث الحقيقيه، ننتبه ليها. هناك علامات تؤول ليها وتأويلها مبشر، وهناك ليس لها علاقه. يرجع لاصل الانسان، لو الانسان متخوف من الامور دي تخوف شديد يبقى الامر غير متعلق بالتفسير خالص، واذا كان متعلق بالامر محبه في الامر يعني ومشغول بيه جدا جدا فبرضه مالوش تفسير، فبرضه مش متعلق. لكن الامر عادي حصل عادي، فجيت في الليل شفت احداث. العلامات هنا بقى اللي تظهر هنا ليها تاويل ولها مغزى بما سيكون. فاحنا نتكلم بقى، نكتب في التعليق حصل كذا 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 وانا كنت كذا، بس الامر يعني لا يشغلني اطلاقا، ولكن الاحداث حصلت قدامي، لكن جيت بالليل حصل كذا كذا كذا. فالاحداث اللي هي ما حصلتش بقى واللي حصلت في الرؤيه بس، هنا نتكلم فيها ويكون لها مغزى في باحداث ما سيكون او نتائج ما كان، نتائج الاحداث اللي كانت. يعني ننتبه دايما للعلامات دي،
يبقى كده في حاجات احيانا الانسان، اغلب الناس يقول يا شيخ انا بنام وبشوف حلم وبقوم من النوم اشرب او مش عارف ايه وبعد كده انام اكمل تاني حلم. طبعا ده الامر كده تعلق بحديث النفس او تعلق النفس الباطنية او حاجة زي كده، حتى لو هو مش مدرك الامر يعني ممكن يكون في ظنه ان انا مش مشغول في الحاجة دي، بس طالما حدث كده هو في انشغال لا ارادي، خلاص انشغال لا ارادي، فبرضه ما نتعلقش بالامور دي وما نقلقش من الامور دي اذا ان شاء الله تعالى. وتابعونا في سلسله بتهمكم جدا بعناوين هامه احنا نازلها الايام المقبله ان شاء الله تعالى، بنوضح ليهم بعض الارشادات والتنويه باحداث اللي هي بتدور حول الرؤى والاحلام مع الانسان ما تخوفه. فتابعونا ان شاء الله في الحديث وفي الفيديوهات القادمة ان شاء الله تعالى، ولكن اتمنى ان حضراتكم تتفاعلوا معنا بالتعليقات واللايكات وشيروا الفيديو يا جماعة علشان نديكم جديد واحداث خفية نظهرها لحضراتكم علشان تعيشوا في عالم الرؤى والاحلام في امور واضحة وشفافة لكم باذن الله تعالى. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.